عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم علي الجودة من قناة فيش اتش دي. واليوم عندنا بإذن الله رحلة جديدة وطريقة جديدة في صيد الجنعد اللي هي طريقة الجيجينج والكاستنج. طبعا معنا اليوم أخوي فاضل ثاني مرة أعتقد ثاني مرة معنا المعروف مبارك ورجعت أبو حمد القوية شمال أبو عرض مرقد الحين. طبعا إن شاء الله راح نروح شمال البحرين، الدرب تقريبا ساعة وربع، ودعوكم كلنا بالتوفيق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله. الحمد لله رب العالمين، وصلنا اول مكان وهو مركب الكوتيه شمال غرب شتاية. طبعا راح نبتدي بالجيجينج عليه، اتوقع ان نصيد جدود. خلوكم عدة الشباب، استخدم عدة ميديم جيج. خلينا نشوف الجيج هذا، اعتقد من جنيد. شنو يبيع؟ ايه من جنيد. جنيد اللي يبين طبعا ماكينه كومه كربون ديوه سناره، اعتقد جيج كاست. جيجينج؟ 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 طبعا ما تشوفون هاي سنارتي اللي حق اللايت اللي هي سيدونا شيمانو والديب بلو. شفتوها بأكثر من فيديو. طبعا معنا أبو مبارك جيك كاست السنارة القصبة، وكلنا تقريبا قاطين يوم تيار، قاطين جيكات عود يعني 40 دروم. انا اليوم جبت وياي ثلاث سنارات، اول سناره اللي هي طبعا اللي عند اخونا بفاضل سنارتي تيرو كاستنج، ما يحتاج معروفه، وطبعا عليها شيمانو استرادك سي اعتقد 4 اي اسمها، صغيره حق الكاست، واحلى سناره هنا جرافيت ليدر، ماكينه توين باور معروفة شيمانو توين باور 5000 سولت ووتر، وقصبة جريت ليدر اعتقد ماكسيموم 140 جرام. راح استخدم وياها هالجيك زين 100 جرام سلو، نسأل الله انه يوفقنا. طلع على بطل شيل 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 جيك شيل جيك خلاص شيل انا فرط خلو مبارك الحين مبارك عسى سجعون قص بعد لا يروح فوق حاسس سلينها ترى عسى 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 اكو واحد عو وراك امك لا 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 كبار اكو تحت وايد عود جد اللي وراه عود ايه يبي لك بعض عود ما شاء الله اول جشه حلوه نزل نزل محمد. هاي الأول مسابقة لهم ذي ها؟ ما ناديتوني ما يحتاج ما شاء الله كفو كفو يعني؟ ايه تغير ضربة صح يا ولد على السلفر أبو مبارك أقول لك قص الخيط مو من عندك سلفر؟ أبغى أجيب لك واحد؟ عندي بس لا أدور السيم هذي حاجة مول على الشبك بلية ما شاء الله ايه بارك أولي طق رفيج
استوى الفوضى. ودي هناك ليطلع برا. هوي بيطلع برا. شباك صرنا الجيت شوفوا. اوه بعبوني. ما شاء الله كبار. ما شاء الله. يبي يبي. يبي طقونا هو داخل الشبك. زين على المبارك اسمه. اعتقد ابو حمد يعتقد انه يجش. بس هاي شيله وقطه واحد. بعد عني. مبارك شنو عود؟ اوه شو اللي وراه؟ خليه اللي وراه. والله اي خليه خليه خليه. ما باي باي باي. شنو؟ اوه نيسار مع زين طيب. ايه تعال على الكبار. كبر راسك يا مبارك. الكبار. طيب. طاير لون هذي؟ ها؟ محمد جاتنا شيء زين. ايه حاليا قطينا البوارة ومسمار على ساعة ابو حمد على ساعة هذا الشبكة الجديدة مالتنا جدود نشيط هذا لا هاي ساعة ترى الحين مجهز السنارة من الشبكة. يا حلو اوه زين ذي. يلا يلا. يلا ابو حمد. يلا ابو حمد كلا اضلوا. اشيله. لا خاطر. ها. قطع ثلاجة سيدي. ها يلا. اشوف الجيك. وش كبر. وحش هناك. تفضل. لابس ها. شفت ايش كبر ذاك؟ اظل على حدوق كبر احلى؟ كبر ايه؟ شوف فره فره هني بغل. اوه هاي شيطان ذي حصل 100 ليره. ايه ما شاء الله. اوك وراه مبارك عود بلي اللي وراه. بعد عود بعد ما عليه اسع اسع. انت؟ اسع طل طل طل. بس وي 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 ارجع ارجع مره ثانيه مره ثانيه. رفع رفع بالعكس. رفع رفع بالعكس. اي اوكي. صح. ها؟ ها؟ لا. يا شقيت صدق. حاليا راح نغير طريقه الزقين ونروح على الفاح وان شاء الله نتوفق بصيف الشنعد. جاهزين مبارك؟ جاهزين؟ جاهزين. اسحب. ليش تعب؟ والله راح. كان عيده. يا سلام. انا ابو فاضل يا ولد. انا اقول حطها. وين مثل الوجه؟ لا بيخليك الحيط. روح روح روح. في خيط في اسحب اسحب عليه اسحب عليه لا ترخي يمين يسار يسار شوي يسار يمين
ما شاء الله تشوفوا هاي يا جماعة لعبتي دردمانو هذه صراحة جامبو يعني ما قد شفت صراحة الكبر رابي رابي هذي قاعد يلفح راجعين الديرة ومهات شفتها والحمد لله صيد طيب صدنا خباطة حجم طيب بعد جدود وعوش مثل لكم نيسر جش دردمان عودة الحمد لله الحمد لله بالعالمين مثل ما شفتوا توفقنا اليوم بصيد الجدود وال كنعتين ونيسر طبعا اليوم تغيير شوي عن اللفاح الحمد لله شرفونا اليوم بحمد وفاضل اول مرة وثاني مرة ومبارك ولا تنسون تضغطون زر اللايك وزر السبسكرايب للقناة ونشوفكم على خير ومع السلامة.